خطط لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار أعلنت عنها حكومة الرزاز بعد توجيهات ملكية لاتخاذ قرارات واضحة تلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف من البطالة. إذا استدنا كيف نستدين بطريقة لا تغرقنا بمزيد من الديون؟ هذه أسئلة مشروعة يسألها المواطن اليوم، وعلينا إشراكه بشكل مباشر في فهم التحديات التي نواجهها وأيضا في صياغة الحلول. حزمة الإجراءات التحفيزية تتضمن تحفيز سوق العقار بتوفير مساكن للأسر الناشئة ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة وتخفيض أسعار الأراضي، إضافة لتخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية. كنا نتمنى أنه يعني يكون في يعني مؤشرات أنه هذه القرارات والمحفزات أن تستمر ما بعد نهاية هذا العام، لأنه القطاع العقاري أو العقار بشكل عام بيحتاج لأكثر من سنة ونص على الأقل حتى يتم إنجاز مشروع. تختلف آراء الخبراء والمحللين حول كيفية تغطية بدل تخفيض قيمة الضرائب في ظل زيادة المديونية وكيفية تحصيل الحكومة على رواتب القطاع العام التي أعلنت عن زيادتها مسبقا. خطة جيدة، لكن برأيي أنه يعني بحاجة إلى مزيد من التحفيز أكثر للقطاعات الاقتصادية، سيما أنه النمو الاقتصادي بلغ مستويات دنيا عندنا في الأردن، واللي هو 8% خلال النصف الثاني، ومعدلات البطالة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. الإشكالية أننا نعاني من مشكلات بنيوية في الاقتصاد تتعلق بالنمو الاقتصادي، تتعلق بالبطالة، تتعلق بالهدر الذي يتم الحديث عنه حتى من الجهات الحكومية، تتعلق بالإيرادات المتراجعة أو التي لا تكفي للإنفاق على النفقات سواء كان الجارية أو الرأسمالية وغيرها، وهناك المديونية الكبيرة التي تصاعد، والأهم العجز المستمر في الموازنة. ما يريده المواطن الأردني بعيدا عن المؤتمرات وخطط التحفيز الاقتصادية أن يلتمس تخفيض الضرائب وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء واتخاذ قرارات سليمة لمصلحته. والله احنا المشكلة عندنا مش بالخطط ولا بالقرارات، المشكلة عندنا باللي بينفذ قاعد. يعني انا صار لي 9 شهور على رخصة مصنع لحد الان ما اجت. اتمنى على الله ان تكون هذه الاجراءات تقوم بتأتي اكلها وثمارها ان شاء الله قريبا وتنعكس ايجابيا على المواطن بشكل عام. المواطن الاردني ما زال يعيش حالة من عدم الثقة بالحكومة بعد زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الوقود مقارنة بالدول المجاورة وفرض ضرائب إضافية على السلع، وهذا ما يقف حاجزا أمام تفاؤله.